أخبار اليوم. كرة كتلتها 200 جرام متحركة بسرعة 12 سنتيمتر على الثانية صدمت كرة ملساء ساكنة. يبقى دي الوضع كده. دول الكرتين دي ماشية كده. ودي ساكنة، دي كتلتها 200 ودي 100. فتغيرت سرعة الكرة بعد التصادم إلى 8 في نفس اتجاه حركتها، يعني في الأول كانت 12 وبعد التصادم بقت 8. طب دي كانت 0 قبل التصادم، عايز سرعتها بعد التصادم. القانون بتاع التصادم اللي هو كاف 1 عين 1 زائد كاف 2 عين 2 بيساوي كاف 1 عين 1 شرطة زائد كاف 2 عين 2 شرطة مع مراعاة الوحدات بتاعتنا. لان احنا شغالين بالجرام يبقى كله بالجرام. ادي 200 في سرعتها، احنا هنخلي الاتجاه ده موجب، يبقى في سرعتها اللي هي كانت ب 12 زائد كاف 2 في عين 2 عين 2 بصفر، يبقى اكتب صفر على طول. طب دي سرعتها بعد التصادم بقت 8، يبقى برضو في الاتجاه الموجب في نفس اتجاه حركتها، يبقى كاف 1 اللي هي كانت ب 200 في 8 زائد كاف 2 انا عارفها ب 100 بس ما اعرفش سرعتها هتطلع دلوقتي، يبقى في عين 2 شرطه. يبقى دلوقتي السرعه بتاعت الكره الثانيه هتبقى بتساوي 200 في 12 ناقص 200 في 8 ودول يتقسموا على 100 اللي هي في عين 2 شرطه، يبقى هتساوي 24 طياره الاصفار ناقص 16 يبقى هتساوي 8 وطالعه بالموجب، يبقى في نفس اتجاه حركتهم كلهم. يبقى هنا اذا سرعه الكره الثانيه بعد التصادم هتساوي 8 سنتيمتر على الثانيه. انتقلت نقطه ماديه من نقطه الف الى نقطه ب تحت تاثير القوه قاف 4 س منتجه س زائد منتجه ص. اوجد الشغل المبذول. الشغل المبذول من القوة قاف خلال الإزاحة معروف إن الشغل بيساوي قاف في ف، ولو كانت متجهات يبقى الشغل بيساوي قاف ضرب قياسي ف. القاف واضحة بتساوي 4 س زائد ص. طب وف بقى اللي هي الإزاحة، هو قال انتقلت من نقطة أ لنقطة ب، يبقى اعرف ان الازاحه اللي هي ف بتساوي ا ب، واحنا عارفين ده كمتجه يبقى بيساوي ب ناقص ا، يعني بيساوي 2 ناقص سالب 3 يبقى بيساوي 5 س، وبعدين سالب 1 ناقص 5 يبقى بيساوي سالب 6 ص. يبقى لما هجيب الشغل اللي هو بيساوي ق اكتبها 4 س زائد ص ضرب قياسي اللي هي هتبقى الالف ب اللي هي قلنا عليها 5 س ناقص 6 ص. بنضرب الاول في الاول، يبقى 4 في 5 ب 20 زائد 1 في سالب 6 يبقى سالب 6 يبقى بتساوي 14. هنا ما ادانيش، ما قاليش القاف بالنيوتن ولا الازاحه بالمتر ولا كده، يبقى هقول الشغل بيساوي وحده شغل. بعدين بيقول اوجد ايضا التغير في طاقة الوضع. احنا عارفين التغير في طاقة الوضع القانون بتاعه سهل، بيساوي سالب الشغل المبذول من محصلة القوة. طب هو فين القوة اللي عندي؟ ما انا عندي الشغل خلاص طلعته من القوة الوحيدة اللي موجودة. يبقى معنى كده التغير في طاقة الوضع بيساوي سالب 14 وحدة شغل.